السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، بارك الله يشركم. هذا الفيديو كان على الأحداث ديال الحسينة، وغادي نبداوها من الأخير ديالها، بحيث أننا كنشوف واحد البطل اللي من ولاد الحسينة، واحد البطل اللي تيدخل المسجد ويغير المنكر من داخل المسجد. هادشي شحال هادي ما هضرناش عليه، لان كاين ائمه الضلال مثل هذاك منهاري، هاد الناس كاع اللي مخدمهم وزاره الاوقاف والشؤون المكلفه. بدايه يعني كتجيهم واحد الورقه كيقول لي خاصك اول حاجه تقول للملك محمد السادس شفار وقمار وخمار وحمار، وقول عليه حتى امير المؤمنين وحامي حمى المله والدين. ايوا، واش انا الا كنت غادي نصلي في هذا الجامع غادي نسكت على هذا المنكر؟ اول حاجه هذا منكر، او بان الفتنه ناعمه واللعنه على من على قيدها. ثم هذه ماشي فتنه، اللي داكشي ديال مراكش ماشي فتنه، ولا هذوك الدراري الصغار اللي كيتغتصبوا ماشي فتنه، هذاك الذهب ديالنا حنا اللي كيتسرق ماشي فتنه، هذاك الفوسفات اللي كيتسرق ماشي فتنه. هذه قداتكم شي حاجه اكثر من هذه الفتنه في الرباط. وقلتها شحال مره وكنعاودها، كان كيجي عندنا واحد السيد مسكين من وجده، عنده 57 سنة، ما عمره ما خدم، عنده الإجازة في التربية في ماشي في الاجتماعيات، وعدد كبير منهم بنات، كتلقى متوسط الأعمار ديال البنات 42 43، ما تزوجت ما خدمت ما ردمت، إمتى غدير المستقبل ديالها؟ وإمتى غدير دارها؟ راه سن الياس، لا رب بقى ليها والو، 3 عامين 3 سنين هي سن الياس، يعني ما غتولدش وليدات ما غديرش. يعني نتوما يا كديروا العياش الحمير والكلاب والمخزن الحقير، كديروا العباده، كتقتلوا السلاله ديال البشر، كتمحيوا الناس كتقتلوهم. الناس سيد عنده 57 سنه، وملي تبدا تهضر معاه تلقى تبارك الله موسوعه. انا الاصدقاء ديالي اللي لقيتهم في البطاله كلهم لقيتهم ناس قارين بواحد المستوى كبير، والناس اللي لقيتهم خدامين وغير اصحاب القرون، ها اصحاب القرون ها. كدوز دابا غا في درب غلف التمديز كتلقى واحد عنده مهندس في الانفورماتيك ولا شي حاجه، كتلقى تبارك الله دماغه وزن بلاد، ما عرفتش شنو تلقى يجبد لك، ما خدامش. تلقى واحد غا حمار وخدام، علاش؟ لانه كيقول عاش سيدو، وكيقول ليه الله يبارك في عمر كلبي، او عطى الرشوه باش خدم او شي حاجه. راه هذا هو الفساد. واش ولاد الحسين ما يمشيو يموتوا ولا ما يخدموش؟ ها، واش هما بلادهم كتخرج الذهب، كتخرج المعادن النفيسه، كيستافد منها عدد كبير من المناطق في العالم كتستافد منها، وولد الحسين ما يستافدش، علاش؟ اشنو؟ ها، هذا ماشي هي الفتنه. واصحاب الكلب ابنو كلب اللاعين محمد السادس، محمد السادس كلب وابوه كلب، كلب ابنو كلب. اما داك سيدكم محمد الخامس الملعون لعنه الله عليه الى يوم الدين، فهذه هي الفتنه ديال بصح. الفتنه هي ملي كتفتن الانسان بالدين ديالو كتلفو عليه. الفتنه ملي كيجيني واحد الامام كيفتي بعكس الدين، ويشدوا الناس يبركهم على القرائب باسم الدين، وترتكبوا وتمنعونا من بزاف ديال الحوايج من حقوقنا باسم الدين، وتقول لي امير المؤمنين وحامي حمى المله والدين على عمر بن الخطاب كان يسرق. ها، واش عمر بن الخطاب كان كان خائن بحال محمد السادس؟ كان يبيع الشراب، العل كل شيء كتعرفوا نتوما يا العيشه، هذوك اللي نتوما اللي في المساجد كاملين وغادي تشوفوني وغتبغيو تردوا عليا دابا، كلكم عارفين محمد السادس كيبيع المخدرات. يلا كنتحدى شي واحد يقول لي ما عارفهاش، واللي ما عارفهاش نوروها السي، ما كاين حتى مشكل. ها، وزاره الاوقاف كتزرع الكيف، كاين الكيف في الشمال ديال وزاره الاوقاف، ديال وزارة أي ديال وزارة الأوقاف، وكنتحداكم وعندنا الدلائل على هادشي، ماشي كنهضروا من فراغ، حنا ماشي كنخربقوا، كنهضروا من فراغ، عندنا أدلة على هادشي اللي كنقولوا. الأخ ناصر الزفزافي كنقول لك لو كانوا 10 بحالك المغرب يتحلوا المشاكل ديالو، لأن غادي تحيد المنكر من المساجد، ما يبقاش الإمام يكذب. والله كنشكرك بزاف أخي ناصر الزفزافي، ولا وراك التاج فوق راسي. انا بالنسبه لي انا كنحسبك واحد التاج فوق راسي، لان شي حوايج قلتيهم انا فاش كنت في المغرب ما قدرتش نقولهم.
قلتي شي حوايج انا ما قدرتش نقولها لانني كنت محاصره من هكا ومن هكا. ها قلت اقل من داك الشيء شويه. جاوني الجدارميه والبوليس وقراعي وقال لك القراعي قال لك العصاي قال لك غادي التيسينتي قال لك نغبروك قال لك هادشي. ها وما لقيتش الناس معايا بحال الناس اللي معاك انت اللي غادي يوقفوا معايا. حنا نوقفوا هذيك الساعه ما نخليش شي فقيه يكذب، ما نخليش شي امام يكذب. دابا يعني يعني الاخطر على الامه الاسلاميه في الصح هو امام يعني هذا ديال الضلال، يعني يكون علي العليم اللسان يخاطب بالقران او يجادل بالقران. هذا هو يعني منافق عليم اللسان يجادل بالقران، كيف بدي يخربق بالدين؟ حق اريد به باطل. كيجي كيقول لنا لا راه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو سلخ ظهرك، هذا راه حديث ضعيف. لان ملي كنقارن الحديث وكنشوف الصحه ديالو قال لك لا كاتبه مسلم والبخاري، انا كنقول لكم قال الله وانتم تقول لي قال مسلم، واش انتم مراد ولا مالكم؟ انا كنقول لكم قال الله ما قالش هذا. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان. دابا هذا كيسرقنا وكيجيب لنا الخليجيين يغتصبوا لنا وليداتنا وبنياتنا، هذا واش اثم وعدوان ولا بر وتقوى؟ ها على ملي كنقولوا بغى الشعب يشد الحقوق ديالو لا نخلو هذاك مغتصبها وما نخرجوش على. ما يمكنش اخوتي، راه ما يمكنش هذه الهضره اللي كتقولوا. تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان. ثم واش ان الملوك اذا دخلوا قريه نفسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. ها راه الملوك ردوا لنا اعزه القوم اذله ها وافسدوا. ثم كتفهموا حسن الله الرسول ما يمكنش يكون قال هذا الحديث هذا لو انه قال، لان عمر بن الخطاب كان من الناس الصحابه وكان ما يمكنش عمر بن الخطاب غادي يعارض الرسول في شي حاجه. والكلمه المشهوره ديالو انه قال عجبت لمن لا يجد قوت يومه لا يخرج شهيرا سيفا. قال لك الى ما استمت تاكل وكتموت بالجوع وها السيف وخرج دير الثوره. راه هذا هو المفهوم ديالها. عجبت لمن لا يجد قوت يومه لا يخرج شهيرا سيفا. اذا هنا ما يمكنش ان تقول لي راه قال لك ما أسر. هذا حديث ما كاينش هذا، بل كاين شي احاديث اللي تنسبت للرسول وكاين شي احاديث تنسبت لبعض شي ابيات شعريه تنسبت لبعض الشعراء. راه تعرف الشعر العربي ما سمي بالنحل في الشعر العربي، حيث اضيفت الى عنتر بن شداد ابيات كثيره لم يقولها، ضافت البحتوري، ضافت هذا لا استسمح شي البحتوري الى الحارس بن يلزق اليشكري، تقالت على شي حوايج على عمر بن كلثوم. ها يعني كاين بزاف ديال الشعراء اللي تنسبت لهم شي حوايج والرسول حتى هو تنسبت ليه شي احاديث ما قالهاش. حنا حير غير في المغرب بزاف ديال الاحاديث اللي قالوها لنا بعد اللي سموا روسهم طلبه وقال لك علماء وقالوها من الدارجه المغربيه وقال لك راه قالها الرسول. ما كانش الرسول ما كان كيهضر بالفصحى، ما كانش كيهضر بالدارجه المغربيه. وبالتالي بزاف ديال الحوايج اللي ضافتهم اللي كنقارنوها بالقران كنلقاو تناقض كبير. الحديث راه المقياس ديالو الا ما كانش فيه خاصو ما يكونش فيه تعارض مع القران. هو شي عاده كنقولوا راه صحيح الحديث صحيح انه يتماشى مع القران او كيجاوب على واحد المساله ما جاتش في القران او شي حاجه اللي تفسير ديال شي حاجه اللي ما جاتش. اما باش يتناقض مع الايه انه يقول لك لا تحرم الخروج الحاكم ولو سرخ ظهرك واخذ مالك، وهذا راه فيه اثم وعدوان. والله سبحانه وتعالى قال لك لا تتعاونوا على الاثم والعدوان. اكثر من هذا الشيء ان عمر بن الخطاب لو كان الخروج للحاكم حرام في الاسلام ما يقولش لهم اذا رايتم مني اعوجاجا فقوموني، وانما يقول لهم راه قال الرسول ولو سخلخت ظهركم واخذت مالكم وجبت نساءكم وجبت لهم الخليجين يغتصبوهم وجبت لكم وليداتكم يغتصبوهم طاعه الحاكم راه قالها الرسول. ها ما قالهاش عمر بن الخطاب بل قال لهم اذا رايتم مني اعوجاجا فقوموني، يعني ان الرسول ما قالش هذا الحديث. فهمنا ما قالش هذا الحديث ديال طاعه الولي هي طاعه ديالو واجبه في حدود الا كان هذا الانسان صالح. الا كان هذا الانسان ما كيسرقش واخا نختلف معاه في الراي خاصني نطيعو، انا نختلف معاه في الراي ويقدر يعطيني شي امر باش ننفذو خنفذو. ها كحاكم لان ما يمكنش السفينه عندها ربان واحد،
اذا غادي ننفذو. ولكن ملي غادي يكون هذا الحاكم تيسرقني وتينهبني وانا غنتصنت لي، هذا الحاكم سفيه، محمد السادس راه سفيه. هذا بقى دونالد ترامب هو هنايا كيعطي بعض الاوامر، بعض المناطق اللي خاصها تنفذ فيها هذيك الاوامر، ولو الناس ما باغينهاش تنفذ ولكن غتنفذ، لان كتشكل الاوامر غتنفذ صافي. هذا هو هي الطاعه ديال الولي، يعني في حدود هذه الطاعه هذه، لا معصيه لمخلوق في، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ها على ملي كيجي هذا الامام هذا ويقول لي انا امير المؤمن، كما كيقول داك المجوسي، داك المجرم، هذاك النهاري، امير المؤمن حامي حمى المله والدين، لعنة الله عليكم اليوم، لعنكم الله حتى تصير قرون، هذا لم يحدث لا في عهد ولا في تمود، هذا لم تعرفوا لا عهد ولا تمود، لعنكم الله حتى تصير قرون. المهم هذا الفيديو كان يعني هو درناه تضامنا مع الاخ زفزافي في المحنه اللي كيعيشها، لان كاين محاولات ديال الاختطاف ديالو، وماشي بعيد نسمعوا غدا ولا بعد غدا، لانه تختطف، راهم تيقلبوا عليه، تيدخلوا عليه للدار، جاو ليه بهليكوبتر قال لك باش يشدوه. ثم ما كما جيتوا لهذيك الدريه اللي كتموت، ولا داك الدري اللي كيموت في التيوجطات، ما كما جديتوا ليه الطياره تعتق هذاك الطفل، ها؟ مالا داك الدري اللي في الرشيديه قرصاته رفعه، بقى من 10 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه تمات، عاد دخلوه على الطبيب، ها؟ مالا ما جات له الطياره. جات غير هذاك، هذاك البنيه اللي مسكينه طاحت في الساقيه وهز بواها وداها للسبيطار وخلاوها تماتت، علاش ما جاتش الطياره تديها؟ ها؟ ولكن هذا حين معارض، هذا حين باغي يحارب المنكر، هذا حين ضدكم، ها؟ الفساد راه هو محمد السادس اخوتي، راه ما يمكنش ليا تقول لي اصلاح الفساد، راه ما يمكنش محمد السادس يصلح، راه شي الشيطان، ياك ما عندناش فيه الامل يتصلح. ويقدر يصلح واحد النهار وما يتصلحش محمد السادس. محمد السادس العن من الشيطان، الشيطان في صورة الإنسان. لعنة الله عليك يا محمد السادس، لعنة الله عليك يا ذاك الإمام ديال المسجد اللي كنتي عند الناس في الحسيمة، ملي يبدأ يضربك تقول لهم الفتناتو، جايبين لك داك الشيء وبديتي كتقول الفتناتو باش تنوم الناس، ها الفتناتو والفتنة، ما قداتكش الفتنة اللي عايشينها المغاربة. احنا دابا شحال من ديال ماشي العالم، الملايين ديال المغاربه مهجرين برا، ها غتجي تقول لي لا حق راه ما كاين ما يدار في المغرب، واش المغرب كمول العالم وانت كتقول لي وتخليني انا بالجوع، تقول لي لا هذا، ها الصيد البحري، لا عندي شواطئ مع كيفاش داير غير الرمله نوحلو فيها، غير الفوسفات يخدموا فيه المغاربه كاملين، الذهب الاحجار الكريمه الالماس، شي حوايج اللي ما كتخيلش كتخرج من هذاك المغرب، هذاك الاطلس، ها الناس ديال ايميدار مساكن كتجبد يعني التبن ديال الفلوس كثيره كتجبد من ديك البلاد، معايشين هما في ديك الحاله، ها ما تحشموش ما تحشموش، ولا ما عندكمش علاش تحشموا، وكتزيدنا بهاد الكلاب ديال العياشه الحمير والكلاب، هذا باغي يخرجوا ثاني يبداو يتنابحوا عليا، واتا واحد غيقول لي مالا داك البيل عندك حل، واحد غيقول لي ما محسنش وجهك، واحد غيقول لي حجبان الدحش، واحد غيقول لي حجبان ومقرونين صقع، واحد غيقول لي ما محسنش شعرك، واحد غيقول لي ودنك حمراء والاخرى صفر عندك جوج ودنين، ما هذا سير قاد ودنك، واحد غادي يقول لي سير حسن وجهك، واحد غيقول عليا موسخ، واحد غيقول لي شو الدار ديالو كيفاش دايره، نتوما ماكم صاحبي كتخلوا الجوهر كتمشوا للهواميش، ها تاخذ التيمار وضع الحطب على النار، تنا شنو انا؟ انا راه والو انا، راه ديك الفكره اللي عطيتك هي التيمار. محمد السادس شفار وقمار وخمار وحمار، خاصو يتحيد من داك المنصب ويتحاكم، وخاص الشعب هو اللي يحكم ديك البلاد، الشعب يوصل للسلطه باش تكون الحقوق ديال كل ياخذ حقه، وديك الفلوس اللي مهرب محمد السادس واللي سرق كلها خاصها ترجع، هذا هو اللي خاصو يكون. احضيني انا، انا راه بشر بحالي بحالك، واش انا جاي نخطب في اختك تقول لي صفر احمر نيف عوج عينو صفراء ودنو حمراء تحيماريت ديالكم العياشه، ودابا شحال من واحد باش تعرف انا اللي غادي يجي، انا غنعطيكم واحد القضيه راه اللي غادي يهضر لي على شي حاجه في الوصف ديالي، يعني يقول لي صفر احمر خضر كحل صفر، راني ما غاديش نجاوب، انا غادي نجاوب الناس اللي غتهضر بطريقه موضوعيه، اما هذا اللي غادي ناقش معايا الفكره، اي كاين شي واحد شي كاع داك اللي كيجيو كيجاوبني يقول لي وسيروا يسبنا ويقول لنا وعاش الحمار، زعما مالكم محمد السادس
والله الوطن الكلب محمد السادس، والله يبارك في عمر كلبه محمد السادس. هذاك نحترمه انا على داك اللي غادي يجي عندي يقول لي واخا ما كتحترمش لانه عياش خائن، هذاك اقل ضررا من هذاك اللي كيجي كيبدي يقول لي وعندك علامه في حاجبك. واش دخلنا الهضره تاع دخل الشكري في العقلي؟ انا كنهضر معاك على محمد السادس القواد، محمد السادس قواد. تتقول لي شوني فيك حمار ودنك خضراء؟ راه مشات ديك الايام ديال مول الكاسكيط، راه مسكين تا هو شدوه في الحبس. يلا ودنك حمراء ونيفك القرعاء عينك كلمه طيشه. ها هو داكشي مشات، ها هو خدموا به وقال لي معاش الملك ودار تا واحد البيرو داير في ديك الرايه ديال هذا وهذا، وراه تا سكيزوفرين خدامين به تا هو كيديروا به الدعايه لمحمد السادس، ونهار اللي غتجي فيه تا هو غيضربوا باباه، راه مولد اللعاع ضربوا. راه الديكتاتوريه كتاكل وليداتها، خصكم تعرفوا هذه القضيه هذه. شي انت اللي كتقول عاش الحمار في الزنقه، ما عقلش عليك الحمار، ما غيعقلش عليك انت بحال الحمار ما فهمش. وعاش الحمار عاشق وسيدنا قوجي تصور وتزفر. واش تفهم ولا ما فاهم والو؟ وما فهمش ريح مع الناس اللي فاهمه، قول لهم الله يرضي عليكم فهموني. لا حنا دابا كيقول لك راه اعداء الوطن، حنايا حنا دابا اعداء الوطن. ايوا على اني انا كنسرق الذهب ديال الميمدر والذهب ديال الاطلس كنسرقو انا، ها على داك الفوسفات كنسرقو لك انا باش انا العدو؟ واش انا اللي كندير لك الصيد البحري؟ ملي كتحتاج شي ورقه ولا اي حاجه وكتحتاج وكيخرج لك السيمي يخلي ضربوك، الامر ديالي انا اللي كنعطيهم الامر، ها واش انا كنقول لهم سيروا ضربوه؟ واش انا اللي قلت لهم ما تبنيوش ليه سبيطار؟ غتقول لي الدوله ما عندهاش، على هي عندها باش تهرب الفلوس لبرا. حنا ما بغيناش هادي تتسناو محمد السادس يجي يدش الشم، لا تكون برامج كل بلاصه فيها واحد يعني لا مركزيه، كل بلاصه عندها الخيرات ديالها وتصاوب المسائل ديالها، والبلاد اللي ما فيهاش المعادن غيكونوا فيها المصانع، غتكون فيها سياحه، غتكون فيها المدارس، غتكون فيها ما يمكنش شي بلاصه ما غتكونش. هذاك اللي كتسمو انا كنت كندوز بعض المرات ما بين كازا والطقيف بصالح واي تعتاب وديك النواحي بحال هكا، بالنسبه ليا واحد المناطق كثيره مهجوره ما فيها حتى شي حاجه، ولكن ملي كنضرب بحال هكا كيبانوا ليا دي مين، يعني كاين واحد الطرقان كيبان ليا الحفر وكيبان ليا دوك ماكينات كبار يعني عملاقه خدامه تما. ملي كتسول كيقول لك هذه الارض راه ما كتسوى ولا ما كتسواش حتى درهم المترو، راه مخلينا تما وهذا. اها ما كاين لا سكان لا والو، خاليه الدنيا، وهما راه كيضربوا منا الذهب للقروده، كيضربوا منا فلوس كثيره تما. وكتبان لك ديك الارض راه ما يمكنش تكون عاديه، راه فيها بترول فيها شحن، ما يمكنش لان الشكل ديالها شكل ديال البلاصه ديال المعادن، ما هيش بلاصه عاديه لان ما تصلح للفلاحه لا والو. نتوما كتسرقوا منهم تقول لي عاش الحمار، ها وتقول لي الفتنه، الفتنه راه هما نتوما العياشه، الفتنه هو محمد السادس، الفتنه هما دوك علماء الضلال لعنه الله عليهم الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله، وعاشت الجمهوريه المغربيه، وتحياتي اجلال وتقدير للاخ الزفزافي الذي فضح علماء الضلال من خلال من داخل المسجد. لك تحيه عاليه وارفع لك قبعتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك.